رئيس الوزراء يكلف بتطبيق الغرامات على مخالفي الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا بحزم. وزيرة الصحة تستعرض الوضع الحالي لوباء كورونا في مصر والعالم. والنيابة تأمر بحبس طفل تسبب في وفاة سيدتين وإصابة آخر بحادث في سوهاج. موجز لأهم الأنباء، وإليكم التفاصيل، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة قيام كل من وزارات الداخلية والتنمية المحلية والنقل والسياحة والآثار وغيرها من الوزارات المعنية بتطبيق قرارات الغرامة على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، مشددا في هذا الصدد على أن يكون التعامل بمنتهى الحزم ولا تهاون مع أي مواطن غير ملتزم بارتداء الكمامة وغيرها من الإجراءات الاحترازية. وقال رئيس الوزراء خلال ترأسها الاجتماع الأسبوعي للمجلس وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس إن عودة منحنى الإصابات في التزايد هو ما يحتم علينا الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية لتجنب سيناريوهات صعبة نحن في غنى عنها، مضيفا ضرورة التأكيد على أن أي منشأة سياحية أو تجارية أو رياضية غير ملتزمة سيتم إغلاقها. وفي ذات السياق استعرضت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد خلال اجتماع المجلس الموقف الحالي لفيروس كورونا المستجد حتى أمس. وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه عند مقارنة معدل الزيادة العالمية في أعداد الإصابات والوفيات منذ بدء الجائحة بالزيادة الحالية يتبين أن زيادة الأعداد الحالية أكثر بحوالي 150% من الإصابات في بداية الجائحة على عكس الوفيات والتي أصبحت أقل نظرا لقدرة الأنظمة الصحية على التعامل مع الفيروس. أمرت النيابة العامة بحبس طفل تسبب في وفاة سيدتين وإصابة آخر بحادث سير بسوهاج، كما قررت النيابة في إطار استكمال التحقيقات فحص المركبة المتسببة في الحادث بيانا لما بها من أعطال وضبط إحضار مالكها الفعلي وشخص من مكن الطفل من قيادتها لاستجوابهما. وأمرت المحكمة المختصة بمد حبس الطفل قائد المركبة 15 يوما إضافيا على ذمة التحقيقات وجاري استكمالها.